يا اهلا وسهلا بالاستاذ ناجي. ابو القاسم موصيني عليكم كثير وقال لي انكم جايين امبارح، ليش تاخرتوا؟ الظروف بقى ريمون، على مو كل تاخيره وفي اخيره. يا مرحبا باهل مصر وناسها الطيبين الحلوين، بلدكم الثاني هون. هي مصر وسوريا ايه؟ ما هو واحد. اي والله واحد. عمار يا مصر، بلد الفن والجمال والناس الحلوه. تعرف استاذ، انا ما فيني نام كل ليله الا اذا بشوف فيلم لاسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين ده فنان كبير، كل الناس بتحبه. بعشقه، بعبده، خصة هيك وقت ينزل لي شفايفه بيعمل بيعمل ازاي؟ يا سيدي ما بعرف، أنا ما بعرف، بفرض من الضحك. على العموم أستاذ نازلين لي لوحدي عندنا بس؟ إن شاء الله، بس بيني وبينك إحنا تعبانين، ما نمناش، إحنا بقالنا مدة ما نمناش. أستاذ السويت جاهز وغرف الشباب جاهزة. طب مش هتشوفوا الباسبورتات نملة أبلكيشن؟ عيب أستاذ، نحن نشوف هويات اخواتنا؟ انتوا جايين من طرف ابو القاسم، يعني هذا الاوتيل اوتيلكم ونحن عندكم ضيوف. ده ابو القاسم ده بان عليه لعبه جامده قوي. شو عم تقول استاذ؟ بقول يعني يشكر ابو القاسم. طيب ممكن ندفع ثمن الليله دي مقدم؟ عيب يا استاذ، شو عم تحكي؟ بس يعني ما صحش كده ريمون. مصاري؟ انت جاي تحكي معي بالمصاري؟ انت لسه ما بتعرفني منيح ولا بتعرف نظام الاوتيل. ياما اجى لعنا مليارديريه وما نزلناهم بالاوتيل، نحن مننزل الناس الطيبين اللي يقعدوا عنا مثلكم. في عندكم مثل بمصر بيقول نحن بنشتري راجل. والله يعني الحياه نظام حلو قوي. استاذ ما عم تقولي قاعدين ليله وحده؟ ايوه. انا برهنك على اللي بدك اياه، اذا بكره الصبح ما راح تيجي وتقول لي ريمون مدد الاقامه يا ريمون. لا معلش، اصل احنا عندنا شغل كثير في مصر وان شاء الله حنيجي مره ثانيه. على العموم استاذ هلا بتطلع تريح شوي وراح ابعث لك الفطور اللي عندك على الغرفه. لا 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 لا، ما تبعتليش حد على الغرفه. انا احب اكل في المطعم. اوكي اللي بدك اياه استاذ. يا جورج طلعوا شنط الاستاذ ناجي والشاب على الغرف. لا معلش، الشنط احنا بنفسينا حنطلعها، هتبقى معانا يعني، ما تتعبش نفسك. كيف استاذ؟ ما احنا بحقنا، بيزعل ابو القاسم. اصل الشنط هتبقى في السويت عندي. والشباب كيف بدي اغيروا ملابسهم يا استاذ؟ لا اصل انا عامل لهم نظام يعني، واخد بالك؟ اللي عايز يغير هدومه يجي عندي في السويت، يسيب غياره القديم وياخد غيار جديد، انا ما عنديش حد يغير مع نفسه كده. والله انا هي اول مره بحياتي بسمع بهيك شيء. على العموم يلي بدك اياه يا استاذ بسي. وكمان بقى بلاش بتوع خدمه الغرف والحاجات دي يخشوا عندي في السويت. انا احب السويت بتاعي يبقى منعكش ومدهول وريحته معفنه كده يعني، ها مش كل واحد بقى داخل خارج يعمل لي شغلانه. ما بصير يا استاذ، ابو القاسم موصينا. هو ابو القاسم مش قال لك تريحوه؟ انا مرتاح كده. على عيني يا استاذ، تكرم. حاضر يا استاذ. وهدول مفاتيح الغرف جنب بعض، الطابق كله لإلك. بيرا يا ميت اهلا وسهلا بالاستاذ ناجي. يا مرحبا، تفضل. يا مرحبا على الاستاذ، يا نورة الشام. يا اهلا يا اهلا يا ميت اهلا وسهلا. يا مرحبا يا ميت، مرحبا، اهلا وسهلا. وعندنا هون الطابق الاول احسن صالون بكل الشام، يلي بده يعمل مينيكير بيديكير، يلي بده يعمل مساج ساونا بخار، يلي بده يتكيس. هو ابو القاسم قال لك تكيسنا برضه؟ على العموم احنا مكيسين جاهزين. وعندي انا هون مطعم على المسبح بياخذ العقل. هو ده الكلام يا باشا، لحسن الجوع هبقى على الواحد هبقى وحشه خالص. عندي اكلات طيبه بكل الشام ما في منها، سجقات، فتات، خاعات، بيض غنم. ايه بيض غنم؟ هو الغنم عندكم بيبيض ريمون؟ يا ناجي بيك. طب ما تقول كده. وعندنا ديسكوتيك تحت، ما في اخوه بكل الشام يا استاذ. واذا حبيت في كل مره تحت بتفك مشنوق. فك ايه؟ بتفك مشنوق. عندنا روسيات، اوكرانيات، بيلاروسيات، من جميع الجنسيات. هو ابو القاسم قال لك ايه عندي بالظبط؟ احنا جايين هنا ليله وراجعين على مصر على طول. اسف، انا اسف، ما بعرف، لازم الواحد يكون عربي قومي. شيلك من الديسكو، بعتذر منك. اما عندي مطعم هون عربي اصيل اسمه الف ليله وليله، في كل رقاصه يا استاذ بتفك مشنوق هي عم ترقص. فكك انت بقى من المواضيع دي كلها.
احنا هنقعد في الاوض نستنى ابو القاسم، ما حدش هيروح هنا ولا هنا، احنا لا بتوع رقص ولا بتوع ديسكوهات، ها؟ احنا يا دوب ها يعني نجرب بيضات الغنم دي. على راحتك استاذ، هذا السويت تبعك وهي غرف الشباب. الدور كله لكم من بابه، ما في حدا غريب، تفضل شوف. سير يا ولد سير. تفضل تفضل ناجي بيك، يا ميت اهلا وسهلا. ليش تعزف حالك؟ انا بحط لك شنطتي عندي بالمستودع، انا ما عندي مانع. انت ناوي تبات معانا هنا؟ اسف استاذ بس ابو القاسم. خلاص يا ريمون خلاص، ابو القاسم ابو القاسم، كرهتني في ابو القاسم. انا اسف استاذ، اذا بدك شيء رنه صغيره على الريسبشن وبتلاقيني قدامك هون، وهي مفتاح غرف الشباب. خاطركم شوف ياض، انت غوّم، احنا قاعدين هنا ليلة وراجعين على مصر بكرة، مش عايز مشاكل، محدش يروح لا هنا ولا هنا، كل واحد يقعد في اوضته قافل عليه بابه، اللي عايز ياكل يكلم الروم سيرفيس يبعت له الاكل لغاية عنده. طب نغير هدومنا يا باشا، ده احنا مش طايقين الهدوم اللي علينا، كنا عاوزين كده ننزل نشتري كام غيار على كام طقم ترويشة كده. اه والله يا باشا، انا شايف ان انت كمان لازم تنزل معانا، يعني قعدتك لوحدك هنا في الاوضه الكبيره دي هيجيب لك اكتئاب. وبعدين يا باشا كفايه اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت. يعني انتوا عايزين تنزلوا تروشوا، ومين اللي هيقعد جنب الفلوس؟ نخليها نبطشيات ناجي بيه، يعني واحد ينزل والتاني يقعد وبعدين يرجع مكانه وخلاص. انت عايزه تروش انت كمان يا نضال؟ لا بس اصل انا عاوز اعمل شعري، اتقصف طول الرحله دي، وبعدين مش هينفع انزل مصر وانا مبهدله كده. وانت يا ابراهيم مش عايز تتكيس ولا هتدلك؟ انا شفت عينك لمعت كده وريمون بيتكلم في الموضوع ده. والله يا باشا انت ظالمني، انا لا بتاع تكيس ولا تدليك. شوفوا بقى، محدش يروح اي حته لما اعرف هو فين. عندكم ساعه جوله حر. ايه في حاجه؟ لا مؤاخذه كبير، يعني اصل الحاله متشطفه جامد يعني. عايزين فلوس. عايزين كام؟ 50 يا باشا. يلا 50 دولار لكل واحد. لا يلا 50 دولار ايه؟ 50,000 دولار. 50,000 دولار ليه؟ يعني نشتري غيارين على طقمين بيضات غنم. هتاكلوا بيضات غنم ب50,000 دولار؟ بلاش يا ابني التناول، العين الفارغه اللي انت فيها دي. انا بقول يا باشا نخليهم 40,000 دولار وكل واحد فينا يتصرف. اسمع يا ابني، انت هو انا مش عايز الفلوس الكتير اللي معاكوا دي تهبلكم، احنا تعبنا جدا في الفلوس دي. الله يفتح عليك يا ناجي باشا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. 25,000 دولار يا باشا ياخدهم كل واحد مننا، وهي الجليلة في يد المؤمن بتكثر بإذن الله. الله يخرب بيتك يا شيخ حسن.